قلت لي وفتره الناشئين يعني كانت اول مكافاه اخذتها في الناشئين بعد ما خدت بطوله الشباب كانت الخمسة جنيه اللي كانت شهادات استثمار شهادة بجنيه الشهادة بجنيه خمس شهادات. طب مع الفريق الأول بقى أول مكافأة أو أول فلوس تمسكها في إيدك وعملت إيه بالمكافأة دي وقتها؟ هقول لك أولا إحنا كان يعني أنا اللعيب اللي كان بيتصعد من 21 أو 19 كان مرتبه 80 جنيه. 80 جنيه ده في الشهر طبعا محترم يعني ده عشان فئة تانية. لو اول ما تلعب اربع ماتشات توصل اربع ماتشات سواء متقطعين او متوالين ايا كان المهم تكون لعبت اربع ماتشات مع الدرجه الاولى توصل الفئه الاولى. كابتن خطيب وكابتن مصطفى الفئه الاولى دي كانت تاخد كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه فانا لما لعبت بقى اربع ماتشات بقت باخد 100 جنيه بس الاولى وقتها انما المكافئات دايما كانت ماشيه من زمان يعني اللي هي حسب النسب حسب اللائحه ما بتقول مكافئات بطوله الدوري بطوله الكاس بس هي كانت اغلى اعلى اعلى مكافاه ويمكن كانت الفرقه المصريه كلها مثلا بطوله ابطال افريقيا 3000 جنيه 3000 ابطال كاس مصر كانت 1500 حاجه زي كده دي كانت اعلى موجوده واعلى نادي كان هو النادي الاهلي بيها يعني.